مرحبا عاشر، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ماس ان شاء الله تمام. طيب نكمل عاشر الموضوع اللي اخذناه الحصه الماضيه اللي هو معادلات الحركه بتسارع ثابت. حكينا عندنا ثلاث معادلات، هدول المعادلات معادلات الحركه شرطهم الاساسي عشان استخدم هذه المعادله لازم الشرط الاساسي ان يكون التسارع ثابت. وحكينا المرة الماضية أنه عندي ثلاث معادلات لازم أحفظهم، صح ولا لا؟ حكينا V2 تساوي V1 زائد A في T اللي هو V2 اللي السرعة النهائية تساوي السرعة البدائية زائد التسارع في الزمن. المعادلة الثانية دلتا X اللي الإزاحة تساوي V1 في T يعني السرعة البدائية في الزمن زائد نص A T تربيع اللي هو نص التسارع في الزمن تربيع. ثالث معادلة صبايا وشباب اللي هي السرعة النهائية تربيع اللي هي V2 تربيع تساوي V1 تربيع السرعة البدائية تربيع زائد 2 في A في دلتا X يعني 2 في التسارع في الإزاحة. تمام؟ تمام. حكينا الحصة الماضية أنه نحفظهم وحكينا كل رمز لإيش بيشير. تمام؟ يلا بدنا نبلش اليوم نحل أسئلة على معادلات الحركة بتسارع ثابت. نقرأ سؤال أول شيء لازم نفتح صفحة ونقرأ السؤال ونعرف شو بده. تمام؟ تمام. يلا أول سؤال، انطلقت نسرين بدراجتها الهوائية من وضع السكون. شو حكيت لكم؟ شو يعني السكون؟ كلمة السكون يا حلوين هي السكون عين واحد تساوي صفر اللي هي بالانجليزي في 1 تساوي زيرو. طيب مس؟ طيب، طب لما يحكي لي توقف عن الحركة، توقف عن الحركة مين الزيرو؟ بتحكي لي في 2 يا مس دي ما هي الزيرو، صح ولا لا؟ السرعة النهائية. طيب هاي معلومات لازم احنا نكون عارفينها. تمام مس؟ يلا بحكي لي انطلقت نسرين بدراجتها الهوائية من السكون يعني V1 تساوي زيرو. تمام؟ طيب على خط مستقيم بتسارع ثابت مقداره 5 متر لكل ثانية تربيع. عندنا تسارع A تساوي كم؟ 5 متر بير سكند تربيع. اوكي؟ اوكي. شو بحكي لي السؤال؟ بحكي لي جد السرعة النهائية بعد مرور زمن مقداره 6.4، معطيني الزمن اللي تي تساوي 6.4 وطالب مني في 2 على السريع. مس بتحكي لي والله يمس كل هذه المعطيات لأي معادلة صبايا وشباب؟ يلا مين يحزر أي معادلة؟ مين يحزر أي معادلة ممكن أستخدم؟ الأولى أسهل إشي الأولى، صح ولا لا؟ فبتحكي لي مس زي التاسع في 2 شو تساوي؟ V1 زائد A في T. اوكي؟ اوكي بس V2 اللي طلع لنا اياها تساوي V1 0 زائد A اللي هي 5 ضرب T كم معطينا الزمن؟ 6.4. اوكي؟ اوكي بتحكي لي V2 يا مس يلا نضرب 5 في 4 كم صبايا وشباب؟ 5 في 4 20، صح ولا لا؟ 0 وباليد 2. 5 ب 6 كم؟ 30 و2 30 30 40 50، صح ولا لا؟ 50. الفاصلة بعد كم منزل؟ بتحكي لي بس الفاصلة بعد منزل واحدة، نتأكد بس شوي من الضرب. 5 ضرب 4 كم يا حلوين؟ 20 باليد 2. 5 في 6 30 40 50 100%. فصفى عندي دائما حكينا شغلة أنه إذا كان عندي فاصلة وصفر شو مالهم؟ يحذفوا. فبصفي عندي في 2 كم تساوي؟ 50 متر بير سكند. تمام؟ اوكي؟ صعبة؟ صعب هذا الحكي؟ في حدا عنده مشكلة بهذا الحكي؟ نرجع للسؤال نشوف شو بده. يلا طيب اوكي في كأنه غلط من هون، استنى شوي نضربهم ببعض ما بيطلع عندي 50. انتوا معي؟ المفروض معي صح ولا لا؟ اللي كتب لي 50 الجواب اضربوا لي اياها صبايا وشباب بما انكم قاعدين، كم بتطلع؟ بتطلع 32، اللي كاتب لي كان 50 ما شاء الله.
32 متر بير سكند. اوكي طيب صعبة مس. هلا الفكرة بشكل عام فهمناها. طيب نيجي على السؤال اللي بعدي. يلا يا حلوين، الفرع اللي بعدي شو بطالب؟ نرجع الفرع اللي بعدي عشان شو طالب؟ شو طالب؟ الإزاحة الكلية التي قطعتها الدراجة. أي قانون بستخدم؟ يلا بدي دلتا اكس، بدي فرع 2، بدي ارفع الشاشة لفوق، طالب مني بفرع 2 اللي هي دلتا اكس، 2 بده دلتا اكس. أي قانون بستخدم؟ اللي هو دلتا اكس شو تساوي؟ هي دلتا اكس يساوي في واحد في الزمن زائد نص في A في الزمن تربيع. تمام؟ تمام بس سهل. طيب أنا بدي دلتا اكس، ما أجي بعوض دلتا اكس، أنا بدي إياها. السرعة البدائية حكينا صفر، في تي هي بتطلع صفر، صح ولا لا؟ زائد نص. كم التسارع؟ 5 حسب ذاكرتي. ضرب الزمن، كم عندي الزمن؟ 6.4، 6.4 تربيع. صح مس؟ لحد هلا اوكي؟ معي؟ الجميع معي؟ طيب يلا نحسب. تطلع عندي دلتا اكس تساوي، هذه بتروح، هذا الحد بيروح، بصفي عندي نص ضرب، طبعا شو نص؟ انا هون بدي اختصر على السريع. نص ضرب 5 كم؟ شو نص الخمسة؟ 2.5، صح ولا لا؟ هي 2.5 ضرب 6.4 تربيع. نطلع الجواب يا حلوين، يلا نطلع لنا الجواب. ليش بتروح يا سيف؟ لأنه مس صفر ضرب تي، هاي صفر، السرعة البدائية صفر. نحسبها سريع صبايا وشباب. 102.4 متر، طبعا وحدة دلتا اكس اللي هي دلتا اكس بالمتر. اوكي مس، بس تعوض بالمعادلة. تمام صح، نتأكد من جوابنا بس، هي 102.4. صعب صبايا وشباب السؤال مس؟ هذا الحكي اخذناه بتاسع، فانتوا رح تشوفوه كتير سهل، يعني انتوا المفروض تشوفوه سخيف. تمام، لانه احنا اخذناه بالتفصيل بتاسع. تمام مس، بس انه احفظ المعادلات. برافو يا شفاء. نيجي على السؤال الثاني اللي هو مثال 9 بكتاب. يلا مثال 9 بكتاب. ايش يا عبد الله مو فاهمه؟ طيب يلا تمام كملي يا مس، يلا نكمل، نفتح صفحه جديده ونقرا السؤال من اول وجديد. سار قطار بسرعة أفقية مقدارها 20 متر لكل ثانية، يعني أنا عندي السرعة الابتدائية للقطار V1 بتحكي لي سهلة، V1 تساوي كم نتذكر؟ 20 متر لكل ثانية، 20 متر بير سكند. تمام يا مس؟ تمام. بعدين شو بحكي لي؟ ثم نقصت سرعته في أثناء إزاحة 128، نقصت سرعته. هلا بما إنه بس صبايا كلمة أنه سرعته تناقصت، شو بتتوقع يكون؟ شو هو السالب؟ أوكي سرعته تناقصت، بس شو هو السالب؟ تمام، شو هو السالب بس؟ أنا لما تنقل، أيوه برافو يا سامي، التسارع سالب، فهون لازم على السريع تحكي لي بس التسارع هون لازم يكون سالب. في أثناء إزاحة معطيني دلتا إكس اللي هي 128، 128 متر. طيب يا مس، تمام؟ فأصبحت سرعته صارت V2 صارت 4 متر لكل ثانية. أوكي يا مس، تمام. يلا شوف شو بده. هاي يا مس ضبط لنا المعطيات. أوكي المطلوب بده جد التسارع، يلا بده إيه؟ بده التسارع. طيب هل يا صبايا ويا شباب هون بهاي المعطيات معطيني زمن؟ هل معطيني زمن بهاي المعطيات؟ لا، لكن لما سوينا الزمن مش شايفه ولا زمن، بختار معادلة ما فيها زمن. أي معادلة؟ اللي هي V2 تربيع.
يساوي بي واحد تربيع زائد اتنين في A في دلتا اكس. تتذكروا هاي المعادلة صبايا وشباب؟ مش سهلة بنتذكرها طبعا. يلا في اتنين اللي هي اربعة تربيع يا حلوين، اربعة تربيع يساوي في واحد عشرين تربيع زائد اتنين ضرب التسارع انا بدي اياه ضرب 128 اللي هي الإزاحة. لحد هلا اوكي؟ في مشكلة؟ لحد هلا اوكي؟ موضوع في اشي؟ تمام. أربعة تربيع 16، أربعة تربيع 16 يساوي تمام؟ 20 تربيع 400 بتحكي لي زائد 2 ضرب A ضرب 128. حلو، بس نرفع الشاشة لفوق. يلا شو بدي أعمل أولا؟ هاي 16 مش 1.6 بس هون عشان ما نخربط. هذه 16 مش 1.5. طيب نحكي هذه 16 يلا ناقص 400 ناقص 400 صح ولا لا؟ بدي أتخلص مشان أطلع التسارع. هذه مع هذه بتطير. 16 ناقص 400 يلا 16 ناقص 400 سالب 384 سالب 384 تمام سالب 384 برافو يساوي يلا يساوي يلا يساوي يلا نضرب 2 ضرب 8 بتحكي لي 16 2 ضرب 2 4 5 2 ضرب 1 2 في ايه لحد هون تمام الوضع. اضربي لي 2 ضرب 128 بتطلع 256. يلا اقسم على 256 على 256 هذه مع هذه بتطير. يلا ناخذ اللون الازرق. اقسم لي هاي بيطلع عندي الاكسلريشن يساوي اللي هو التسارع يساوي الاشاره السالبه بتنزل صح ولا لا؟ اقسم لي 384 على 256 بتطلع سالب 1.5 متر بير سكند تربيع. اوكي لحد هلا اوكي صبايا شباب؟ في مشكله مس؟ هون عندنا لاحظنا شغله انه مس احنا باول السؤال حكينا بما انه السرعه تناقصت فعلى السريع التسارع شو بده يكون؟ سالب. فعلا هون التسارع سالب. ليش؟ فسر. لأن السرعة تناقصت. أوكي؟ أوكي صبايا؟ صعب السؤال؟ صعب السؤال؟ نرجع له شوي. هي بتطلع سالب 1.5 متر لكل ثاني تربيع. لحد هلا أوكي. طيب نيجي بحكي لي على نفس المثال تمرين عندنا بالكتاب، في المثال السابق نفس المثال اللي حليناه هلا، جد المدة الزمنية التي يقطع فيها القطار الإزاحة، تمام؟ بده الزمن، أي قانون بستخدم؟ بده الزمن، أنا معي نرجع هون بده الزمن، فرع اثنين بده الزمن على نفس المعطيات. أرفع الشاشة لفوق بس. أرفع الشاشة لفوق هون. بده طالب الزمن، يلا تي. معي سرعة بدائية، معي سرعة نهائية، معي تسارع وبده الزمن، أي معادلة بستخدم؟ الأولى أسهل إشي يدانا، الأولى في تطليع الزمن. تحكي لي مس الأولى في 2 تساوي في 1 زائد التسارع في الزمن يا مس. طيب كم في 2 ديما؟ مس ديما؟ ديما. أنا نسيت حالي شكلي، في 2 4 تمام؟ يلا في 2 كم؟ 4. في 1 0 زائد في واحد صفر، خلينا نتذكر بس هو بلش من السكون، لا في واحد مش من السكون، هي في واحد عشرين، في واحد كم عشرين؟ نرجع في واحد عشرين تمام زائد سالب 1.5 في الزمن اللي انا بدي اطلعه. اوكي اوكي مس
بقدر استخدم بس بقدر استخدم الثاني. اوكي بس صعب عليك ليش؟ لانه في تي تربيع، يعني الزمن تربيع يا بس. طيب يا لين عطياني، ناقص 20 ناقص 20، هذه مع هذه راحت. 20 ناقص 4 كم؟ 16، سالب 16 يساوي هم سالب سالب 1.5 في الزمن. تمام تمام مس. يلا اقسمي على سالب 1.5 على سالب 1.5 مس. تمام هذه مع هذه بتطير، سالب مع سالب. اللي بحكي لي سالب 16 شو وضعه؟ ايش فيه؟ ما عنديش زمن بالسالب. اللي بحكي لي سالب 16 ما عندي زمن بالسالب، ممنوع يطلع عندي الزمن بالسالب، ممنوع. طب بصفي عندي الزمن يساوي تي تساوي 16 على 1.5. طيب مس، اول اشي بعمل يا مس ديما بشيل الفاصلة وبحط مكانها صفر، تذكروا هاي الشغلة. تمام كم بصفي عندي؟ بصفي عندنا يا مس 160 هاي على 15. تمام كم 160 على 15؟ نقسمها كم بتطلع عندي؟ 10.6. فبطلع عندي الزمن التايم يساوي، فبطلع عندي الزمن اللي تي يساوي 10.6 لكل بير سكند، يعني السكند ثاني. تمام بالثواني 11.6 ولا 10.6؟ 10.6 بيطلع، 10.6 10.6. صعبة مس؟ صعبة حلوين؟ في مشكلة؟ في حدا عنده سؤال؟ في حدا فيكم عنده سؤال؟ يلا مس كله واضح يا مس، ان شاء الله يكون كله واضح وتظبطوا بالامتحان تاع يوم الخميس. هذا طبعا داخل امتحان الخميس. يلا ناخذ سؤال، ناخذ سؤال. هلا هذا السؤال يلا مس، ايش مس هذا ليه بنعيده؟ هذا بالكتاب درس، احنا ما بنعيده، احنا اخذناه بتاسع بس. اللهم صل على سيدنا محمد. اخذناه بتاسع وفي درس كامل عن معادلات الحركه. اوكي بتحسوا الماده شوي ماخذينها. يلا هلا سؤال من عندي، اذا علمت ان السرعه البدائيه 5 متر لكل ثانية، عندي سرعه بدائيه قيمتها 5 متر لكل ثانية، هي V1 شو تساوي؟ 5 متر لكل ثانية. طب بس طيب يا مس كملي، ارجع من اول بس شوي. هيا والتسارع كان عندي 2 متر لكل ثانية تربيع، A تساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. طيب مس كملي، والتايم يعني الزمن معطيني الزمن بالسؤال يساوي 10 سكند. بده اول فرع، اللي هو جد احسب السرعة بعد 5 ثواني من الحركة. بده السرعة بعد 5 ثواني، اول فرع بده السرعة بعد 5 ثواني من الحركة. تمام طيب شو بتحكي لي مس؟ أي سرعة بده إياها؟ بده السرعة النهائية بعد 5 ثواني. نستخدم على السريع المعادلة الأولى، بنحكي في 2 تساوي في 1 زائد التسارع في الزمن. حلو يا مس. طيب في 2 يا مس بدي إياها بعد 5 ثواني تساوي في 1 5 زائد تسارع كم؟ 2. أي زمن بعوض يا حلوين؟ يلا أي زمن بعوض صبايا وشباب؟ برافو يا آية. ليش الخمسة؟ لأنه هو بده السرعة بعد 5 ثواني. تمام بده السرعة بعد 5 ثواني، بعوض هون بدل التي 5. شو بصفي عندي؟ 5 زائد 2 ضرب 5 10، صح ولا لا؟ بصفي في 2 تساوي، هيا في 2 شو صفها تساوي؟ 15 متر لكل ثانية. أوكي صعبة؟ صعبة مس؟ صعب صباوي يا شباب؟ سهل كتير صح؟ طيب ناخذ الفرع الثاني، ايش بده الفرع الثاني؟ طيب الفرع الثاني احسب الازاحه بعد 5 ثواني للحركه، بده الازاحه بعد 5 ثواني، بده دلتا اكس، ارفع الشاشه لفوق او هناك بحلى عجل. تمام يلا بده الفرع الثاني
دلتا اكس بعد 5 ثواني، اي معادلة بستخدم؟ اي معادلة بستخدم؟ بدي معادلة يكون فيها زمن وازاحة، شو هي؟ اللي هي دلتا اكس تساوي في واحد في الزمن زائد نص ايه في الزمن تربيع، صح؟ صح. بتحكي لي دلتا اكس بدنا اياه يساوي في واحد، كم اعطيني في واحد؟ 5، اي زمن بعوض؟ برضو الخمسة، لانه بده الازاحة بعد 5 ثواني، زائد نص ضرب كم تسارعي معطيني اياه؟ 2 ضرب 25 اللي هي زمن تربيع، شو اللي صار؟ طيب بدي هون بدي اجي اعوضها، بتصير 25 زائد نص زي ما حكينا ضرب 2 ضرب 25، تمام؟ تمام يا مس. من وين جبت ال 25؟ هي عبارة عن 5 تربيع عشان تكون بالصورة، اللي هو زمن تربيع. يلا 25 صبايا زائد 2 مع 2 طارت 25 زائد 25. كم 25 زائد 25؟ بيطلع عندي 50 متر. كم بيطلع عندي الإزاحة بعد 5 ثواني؟ 50 متر، أوكي؟ كم يا مسرة شضايلنا؟ طب ممتاز، بنخلص السؤال. طيب، بدي أجي صبايا وشباب على الفرع الثلاث، يلا نيجي على الفرع الثلاث. يلا. يلا يا مس. فرع ثلاث شو بده؟ سرعة الجسم عندما يقطع 15 متر. 15 سرعة الجسم عندما يقطع 15 متر، يلا. بده فرع ثلاث. بدي ارفع الشاشة فوق. بده فرع ثلاث. سرعة الجسم. الجسم عندما يقطع 15 متر. اوكي هيك صح بالضبط؟ تمام. اوكي. اي معادلة بستخدم التالتة ليش؟ ما معي زمن، صح ولا لا؟ ما معي زمن، بحكي في 2 تربيع تساوي في 1 تربيع زائد 2 في في دلتا اكس. طيب، في 2 تربيع بدي اياها، بدي اطلع. يساوي في 1، كم معطيني في 1؟ خليني اطلع فوق اشوف كم في 1. بالمعطيات كم معطيني في 1 اللي هي 5 متر لكل ثانية، صح ولا لا؟ في 1 5 متر تربيع 25، صح مس؟ صح؟ زائد 2 ضرب، كم معطيني التسارع؟ أتخيل أنه 2، كم معطيني هو التسارع؟ 2، صح؟ آه، ضرب 2 ضرب دلتا إكس، أو لا معطيني دلتا إكس اللي هو 15 متر، سوري. هي هون 15 متر، هو بده السرعة لما يقطع 15 متر، فبتطلع عندي هون 15 متر. أوكي لحد هلا؟ لحد هلا تمام صبايا وشباب؟ لحد هلا أوكي؟ فيه مشكلة الموضوع؟ يلا، بحكي في 2 تربيع يساوي 25 زائد 2 في 2 4، 4 ضرب 15. كم 4 ضرب 15؟ نحكي 4 ضرب 15. كم 4 ضرب 15؟ 60، صح ولا لا؟ بيطلع عندي 60 زائد 25 يساوي في 2 تربيع. يعني كم بيطلع هون؟ 85. هي 5 مش 6. 85. طيب، في 2 تربيع صفت عندي 85. شو بعمل؟ باخذ تحت الجذر، تحت الجذر صفت عندي في 2 شو تساوي؟ جذر ال 85 متر لكل ثانية. جذر ال 85 متر لكل ثانية. اوكي مس صعبة؟ صعبة يا حلوين؟ في مشكلة بالسؤال؟ بس ليش حطينا 15؟ يا مس هي سرعة الجسم عندما يقطع 15 متر يا دانا. سرعة الجسم بس قطع 15 متر. تمام مس؟ في مشكلة؟ طيب نكمل. هي طلع معهم جذر ال 85 وحلنا 100% صح.
نيجي على بعده. طيب مس رشاد قد ايه معنا وقت؟ خلاص؟ طيب خلاص هيك صبايا وشباب، هلا تقريبا اسئله الكتاب انا حليتهم، هلا بدي اعطيكم بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء كم سؤال من عندي، بعدين نبلش بتسارع جدبيرة، تمام؟ اوكي؟ يعطيكم الف عافيه وبشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء، ان شاء الله تكون حصه خفيفه لطيفه عليكم.